إن الحمد لله نحمده إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد التدريب الثالث ليلة كصدحات تبادل السؤال والجواب اسوي دار سد السؤال يجواب مع زميلك صاحبك كما في المثال ستصالها كقرا صوصعدا مثال تصاله طا واحد أردقي كواد بايري من هذا كان هو أيه طا اثنين أردقي لبادوحو لهذا والدي كان هو أبهي عدنان مقعيس هو عدنان هو مهندس وإنجنير حق الشقضة وعن استعمال أرقى والدي عدنان يا مهندس وعن قسم إنه جملوين وحال كنكو قرن عم عمر مدرس إيو جد سالم طبيب أخ صالح طالب صديق علي معلم مركا وحا الله استعمال أساسه وكل حال إنسى هذا وقلنا من هذا كان هو أيو هذا عمي عمر وأذرك عمر هو مدرس إساق ومعلم هذا نوح كويدين من هذا كان هو أيو هذا جدي كان أوقي ويه سالم مقعيس هو سالم هو طبيب ودكتر هذا نحن من هذا كان هو أيه هذا بضن أخي وولالكي هو هذا أخي وولالكي صالح مقعيس هو صالح هو طالب وأرضي هذا نحن من هذا كان هو أيه وهذا نسى هذا صديقي كان هو صاحبك علي صاحبك علي هو معلم ومعلم التدريب الرابع ان ليس كافراد حول بدل او يعني جمله بدل كما في المثال تصالها سو صوده ان كقرن المثال تصاله حوي طا واحد اردي كواد وخيري هذا والدي كان هو ابهي عدنان وابهي عدنان طايتني وحول هذا والده عدنان مركي هرم متكلم بوها قف هضلي أولا وآبهي عدنان وحلو بدلي محي هذا والده عدنان قف لقوا هضلي كان هو آبه عدنان آبه نين كان آبه وي أما نين كان آبه وي عدنان والدي عدنان بأن استعمالي كو الضمان الساسة دو بدلي سامر كآدو وحا قورن هل كان موكلي وحضر رسا هذه ثاني والدتي وهويدي خديجة وهويدي خديجة مركزات بدل استضانة هذه والدته خديجة وهويدي خديجة وحاكرنا لأن ابن يبدر هذا ابني كان وائنا كيجي بدر إنا كيجي بدر وي وحضر لأن هذا ابنه بدر وائنا كيسي بدر هذه أختي سلمى ثاني وحوي وراشي سلمى هذه أخته سلمى ومركا أظن إسا أول بدلية يعني سكر أو يعني غائبة بالورقية هذه عمتي ثاني وأددي عائشة وهو نغني غائب كذا هذه عمته عائشة ثاني وأددي عائشة أددي ويا هذا عمي ثاني وحوي أذيركي عثمان وهذا لأن لو بدلية هذا عمه ثاني وأذيركي عثمان يعني وأذيرك ومقعيس عثمان هي هذا صديقي كان هو صاحبك أحمد صاحبك أحمد وي وعمرك ونقول يا مرك غائب لقديه هذا صديقه كان هو صديقه أحمد وصاحبك أحمد وصاحبك سي أحمد ملخص التراكيب جملوينك وحي لقصه أروريي من لاحظ النقطي ayaa halkan uu ku ururiyay jadwalkan ama uu ku soo koobayaa halka waxa ku qoran ayna
أين دوحة أطع الله أفرتها أريبا أين المعطف كوركي هالكوية الله أين النظارة أين النظارة هالكيتها الله مرايد أخرسكم عنده أين سعيد سعيد هالكوية شوكا أين سعيدة إن أنتي سعيدة هالكي شوكتا قيبت الوضع هو من وقفك الاسكوية دي من هذا كان هو أيو من هذه كان هو أيو من أنت أدوغو ياتهي من أنت أدوغو قبري هياتهي من هو إساقو أيو من هي إيادو أيو قيبت السيحان نحوه سعيد يا سعيدة الله مقع سعيد في المسجد في دا سامد والبلوغة أنا يا سعيد كان سعيد في المسجد مسجد أيو كترى سعيد سعيد في المصلى وهو كترى سعيد مصلى ماشي اللي قلت كده بولعة سعيدة سعيد في الغرفة سعيد وحو كترى قلك سعيد في الحمام سعيد وحو كترى حمامك سعيدة في المسجد سعيد وحو كترى مساجدك سعيدة في المصلى مولع اللي قلت كده كترى سعيدة في الغرفة وحو كترى قلك سعيدة في الحمام حمامك كجرتان قيمت أفراد نوحوية هذا هو المعضف كان هو كوركي هذا هو المسجد كان هو مساجدك هذا هو المصلى كان هو حويان مولع اللي تكني وكاسي وحو كحرية كاهرة أين ذو كحرية مثلا مرة هذا أين المعضف هذا هو المعضف بالو جوابية وكم كوركي أين النظارة أما أين المسجد هذو يهي هذا هو المسجد كان هو مساجد هذا هو المصلى كان هو حويان ومشي اللي قلت كريم جوابنا ونقول كرام هذا والدي عمار كان هو أباه عمار هذا والده عمار وإساق أبيه وعمار قف كرام مكا كور رميسا هذا جدي عمار كان هو أوغي عمار هذا جده كان هو إساق أوغي ومقعيسنا عماري هاي هذا عمي كان هو أذيركي عمار مقعيسنا وي هذا عمه كان هو أذيركي عمار وي مقعيسنا قيبتا أفرادنا وحوي إيادنا وحينا قلت هذه هي النظارة تنوحوي أمرادي إنده هذه هي المهندسة تنوى إن أنت أما قبل إنجنير كأحيد هذه هي الطبيبة تنوى قبل دكتورة أحيد قيمت سنة ضحوة هذه والدة تنوى هو يدي آمنة هذه والدة تنوى هو يدي إسق هو يدي وي آمنة هذه جدتي تني أنا أيدي وي آمنة هذه جدته تروح وهي أيدي آمنة استجى أيدي ويان آمنة هذه عمتي تروح وين أددي آمنة هذه عمته تروح أددي آمنة قيمت لحظه هو طبيب استجوا دكتور هو مدرس استجوا معلم هو مهندس استجوا إنجنيير وهي هو طالب استجوا أرضي قيمت تطبات هي طبيبة يدوى دكتورة هي مدرسة يدوى معلمة هي مهندسة يدوى إنجنيرة هي طالبة يدوى أرضيات انت سنوى ملخص لصوى كوبي او كترى تراكيبتي هوري الأصوات وفهم المسموع خلق النوحة كقرن عضوتك إيه إلا فهمه وحي إلا مقلي أولا كور كوري الأصوات وحا لأنه قادة أن عضتك ألف بأوه رأي قيبت ألف عينك أنت بدن لا علامة دينية وحرفك عينك أكو بدنية أما أريا بدن عينك كتر أيها كتر عمر ونين مقعية عمار ونين مقعية عليكم دشين عبد الله ونين مقعية العباس ونين مقعية عمه أذيرك يسعد التدريب الثاني استمع دقي سوء وعد بأنه سوء علي أريا أنا قفل لغتها برأي أنه برتفرها بدن سو أريدن وقف عيديس أليم وامد حنون بدن عليم وامد أقوم بدن أتت ويتمد عتت ويحد قدبتي أرضها نول كيدا أرضها بل عيدا يبلار كيدا أصير قف محبوظ صهلا وقبتي مثلا دقال عصير مد أرق وهول بدن أتو ويمادين إيا أتو ويحد قدبين إيا ألم حنون إيا علم علم علنك
يا مرو فريا وحبو فريا يا عمرو وعمريا ما كان مساعدك ولا عمريا وكره وأدا نلاشو قاسي وعدا هو أبلن قاضي بلن وناكسن يؤوده يؤوده يعني كماها عريس يعو كعريس يا وكره يعوده وصابه قنايا سأل ويدي يسأل وقفعي تعلمون يعني واضح حنوصان إنسان تعلمون واد أكتهين سؤال ويدينا يسؤال وقفع جاء ويمد يجاع وقاتشوضي يأجزاء وكغف ليهي يأجزاء أرقاق حبو قلي أجزاء غيبو أجزاء إيو رجاء وادب ديك وحدب لوردكو إيو رجاء ديب علين جزاء يجزع جزاء يعني هو قيبي يجزع هو أرققحي يقرأ هو أقرأ يقرأ هو قراعي أريد أصوه كرانه وأريد لدونه أن تقفوا أقرأه وحفظه أو كدر صدي أقون تيسي هوري التدريب الثالث ولا يسكستحاد استمع واعد لقيسه وكوع العلي تنوى آياته القرآن كذو سوى قادنه فإنما على العسر يسرا يعني عريسك waxa la socdo fudeyd marka soo dhibi jirtaba dhibaato yaraan ba ilaahay subhanahu wa ta'ala ee ku xigsiya inama ala usri yusra yani culayska waxa ku lamaan fudeyd oo midalan dhibaatadii ka soo martay nabiga daacooda iyo hawshi iyo rafaati ku soo gaaray waxa ilaahay ugu bedelay gaalada cadawga ah way dhibeen ilaahay guushii buu barki dambe nabiga siiyay alayhi salaatu wa salaam oo ilaahay culayska fudeyd buu ugu bedelay فلا تعجل عليهم بأي لا كود دقيقين كوا قاردا إن لا عذابه عذاب كود وحبه كود دقيقين إنما نعد لهم وأن أترنينا عدا ترن هبينك يا مارين تبوا أن أترنينا وقت باكو صعودا ومرها قيان أما حتى نفسك أي نفسنا يا بان أترنينا ومرها قيان عما يتساءلون محايس كوي دينيان عن النبأ العظيم وركم وين يا إلهي سودتي يا قرآن كأه وعيوهم إلهي ربي أوزعني إله واحد يقول هجاتيسا يقول إلها بيسا يقول وافتيسا أن أشكر إن كم هذا نقول نعمتك النعمة هذا التي النعمة أنعمت علي هذا يقول نعمة يسي يو على والدي لبدي والد بعض يقول نعمة يسي وعلى إلها أبو بكر الصديق رضي الله عنه يكسود كتير مركي النبي عليه الصلاة والسلام ولبسنه نبي جاءها ayuu rumeyay oo isagu afartan jir nabiga laba sano ka yara dabadeed markaas isagu rumeyay oo aabihiina rumeyay oo inankiisa Cabdiraxmaan rumeyay oo inankiisa mid loo leeyahay Abu Atiq uu rumeyay kogaas dabadeed uu leeyahay naxmadan islaanada noogu deeqday ilaahu shukrina qeeda waafaji waa nicma aad u weyn oo qaali ah qul waxa taana maxamedu yaa ayu halka furna gaaladii gaalayahay laa aabudu ma taabudun waxa aabudaysan anigu ma caabudayo imaka ولا أنتم عابدون ما أعبد أنا الله أنا عابدي ما عابدي إنسان لا أعبد ما تعبدون واحد عابدي إنسان أصنام تانو عابدي ما يوم ولا أنتم عابدون ما أعبد أنا الله أنا عابدي إذنكم ما عابدي إنسان مرهم يسندين ولا أنا عابد ما عبدتم واحد عابدين يا أصنام تام عابدي دونه مستقبل خنا مرة عيانه إما كنا ما عابدي ما عابدي دونه ويان ومعنوا يكردوين ولا أنتم عابدون ما أعبد الله أن عابدينا ما عابدي دونتان أنتي نقال ضاء أن حق إلهي وفتين دونين لكم دينكم أنا إذنكم دين تينا لذن الشرك يقال نماه ولي الدين أن الدين تيدو أسلامنا أبان هايستا آيادها قرآن كنا هو آيادة للدوري أرد يقول أخريه كتها وبرته أو أقونتي سأي كل كاكر ليسون ثانيا فهم المسموع وأين قفك فهم ما أحد لقيسته ومركو عشر ذهب لقيسته وأي فهمي يعني. التدريب الواحد يعني هو لا يمسك الكوبات يلا قطها وبرأيه وحيه لقيسته استمع لقيسه يعني عشر ذهب لقيسته ثم ضع علامة الصح علامة الصح وحصارتها في المربع المناسب يعني مربع أما أفرقيس لها يلا بتبارنها كوها بون ووضع مربع وحالكا كو قرن oo nambaradoodii le yaani marka dhageysato
كمناسب كوكها بون على مدى صحة صار التدريب الثاني كنا وحويا ليلس كلبات استمع لجيسو ثم ضع واحد صارتها علامة صح صار في المربع المناسب يعني أفرجيس لها كهبون أما اللي بجبرناها كهبون وحي هذا جيستها صح ضعه سحبوا كل ما كده جيستهم التدريب الثالث كان حوي ليلس كصدحات استمع لجيسو ثم أشرت المان إلى الصورة صورك المناسبة كهبون مركو أخيه معلمك عشرتك أخيه أدقو isagu markuu ku dhawaaqo magaca suurada magacaasi leh way isleeyihiin farta saar atadribu raabicna wax weeye istamaac dhageyso fuma dac waxa saarta calaamada sax fil murabbaa al munasib murabbaa ku haboon dabeedna saar markuu akhriyo murabbaa ama leediga waxaan jeeda laba jibaaranaha saxda ah adigu sax marka dhageysato al kalaam imkana waa ku hadal التدريب الواحد أما الأول الأول وي والتدريب الأول تدريب كي كوبات تبادل السؤال والجواب مع زميلك اسويدار سد ويدين يور علين أدي يا صاحبك كما في المثال ستصارها كقرن المثال مثالك حوية طاء واحد أرضي يكوى دوحولي أين أحمد؟ هل كو أحمد شوغا؟ طائتين الأرض إلى الباب وحيقول أحمد في المسجد أحمد مساجد كوكترة يصلي وتكنية مركا محاي نوقرا أحمد هي مسجد يصلي أنت أصلا تركيبك لقسمه هكا نوحا كوكرا فاطمة المصلى تصلي طبعا نوحا تسمى يساء وضع ويدني ورعلين ومحاطة هذا أين فاطمة؟ ألقيت يوكتا فاطمة أبو ورانيا رسولنا فاطمة في المصلى فاطمة مولع كترته تسلي وتكنيسها بدر إيه البيت إيه توضأ واقرن رسولنا أين بدر هل كو بدر شوغا بدر في البيت كله كتر بدر يتوضأ ويسيسنية زينب إيه الغرفة يتقرأ القرآن تاسين واقرن أين زينب هل كي زينب شوكته زينب في الغرفة زينب قرك كترته تقرأ القرآن قرآن كأخريسا هذا نوحرنا ناقرن عادل المسجد يقرأ القرآن وهنا أين عادل؟ هل كو عادل شوغا؟ سوى عادل في المسجد يقرأ القرآن وحكو ترى عادل المساجد القرآن كان هو أخرية ساسو لو قصة ميني أمركا ماركتي حوارك التدريب الثاني وحوي ليلس كلابات تبادل الحوار مع زميلي كما في المثال اسوي دارسي سمايا ويديني ورعلين ما حوار وضع الشاكيس ويكر حوار سمايا وضع الشاكيس المثال تسأل وحوي طا واحد أردقيك وأقول السلام عليكم لما تقولي دوشي إنها نقطة طايت إن أردقي أدوح وعليكم السلام إذن كنا بتقولي دوشي إنها هاتو طا واحد أدوح ما هذه تنوام حي طايت إن ما أدوح هذه صورة أخي تلوى صور كي ولالكي هو مهندس وان إنجنيرة دا واحد بعد ما شاء الله هذا واحد من قرن أخت طبيبة ما قرن مرة واحد لقى سمين الأرنا يا من ما هذه تنوام حوا صور روحا مثل سويدينيا وهنا هذه صورة أختي تنوام صور كي ولا شيء هي طبيبة وحويا دخترت يمكن راح قرن والدي معلم وهنا ما هذه وحنا صور كنوام حي وصورنا هذه صورة والدي وحويا صور كي أبهي هو معلم ومعلم هكذا راح قرن مكان ما حي عم طبيب وهنا ما هذه تنوام حي وصورنا هذه صورة عمي تنوام صور كي أبهي هو كان هو صور كأذيركي هو طبيب ودختر بؤرنية هكذا نحن قرن ابن يطالب صورنا ما هذه تنوى محي صور كوت المامية مرصورنا هذه صورة ابني تنوى صور كإنان كيغا هو طالب سقوى أرضي التدريب الثالث هاتي جملا كما في المثال شملوين كان هذا بأمك ستصالهم قرن ستصالوا محي المثال هذا والدي علي كان هو أبهي علي هو مهندس وحوي وإنجنير أباي والد يعلي مهندس بانك سميني إما كان والدة خديجة الطبيبة تنبين نقرا وحورنا يا مركا إما سؤال ما هجملو كسميني هذه والدتي خديجة تروى هويدي خديجة هي طبيبة وارد اخترت هكذا نوحك قرن أخ سعيد المعلم وحورنا يا هذا أخي سعيد كان هو ورالكي سعيد هو معلم ومعلم هكذا نوحك قرن أخت سعيدة معلمة هذه
أختي تنوى ولا شيء سعيدة هي معلمة تنوى معلمة ابن بدر طالب قرن هذا ابني بدر بدر وأنا كي بدر هو طالب وأرضي ابنة النداء طالبة أيان قرن هذه ابنتي تنوى إن أنت يدين النداء الله يلاهظه هي طالبة وأرضي عم حمزة الطبيب بحر كنا قرن وهو هذا عمي كنوى أدرك حمزة الطبيب هو طبيب وأختر أي قرنية مرك عدد كلمات دارات أو بحطو كل قيبة صدحات ثلاثة سوى قيبة صدحات صفحة صدح بقوليو لم يسدين تكي كتاب حق الدنب أريد مساند دارات يكو قريهين إياد كقادن كرتا أريد جملة كسميسو التدريب الرابع والليلسك أفراد تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في الأمثلة اسوي دارسي اسوي دارسة دور ويدين يور علين أدق إيوه صاحبك المثال الواحد تصارها وحويان كوباد طا واحد وحويلي أرد يخبر من هذا كان هو أيه طايتين أرد قيله وحويلي هذا أحمد كان هو أحمد المثال الثالث المثال الثاني تصارها لبعض وحوي طا واحد أرد يقول كوباد بايلي من هذه تنوى أيه طا اثنين أرد يقول وحويلي هذه زينب تنوى زينب المثال الثالث تصارها ستحاد وحوي طا واحد وحوي ما هذا كان هو محي ما هذا هذا يشير روح الاسبوعي دي من هذا مغشو ووحى عقل لبن آدنا ما نروح عن عقل الحين أي الله استعمال يا ويزول ما هذا كان هو محي طايت نوحي هذا مسجد كان هو مساجد انت بضان لما إلى ما وحي عقل له يقرال له لكن وحى عقل لها ما الله استعمال يا من هذا الله إلى هذنا ووحى عقل له المثال الرابع طايت نوحي ما هذه كان هو محي طا واحد بايلي ما هذه تنوى محي طا اثنين أرض قلوا بايلي هذه صورة تنوى صور كنوى صور وانا قلت عمر والبا صور كو شرح يا شيء وترمامي صور كيسا غير كيسا هل كان محاكو قرن ليا شجرة عمر أسرة حمام علي قرآن فاطمة كوها طبقة سمية بكلية أدقنا أوها ترى هذا من هذه تنوى أيو تبقى نحطة هذه ليلة تنوى ليلة وها ترى هذا ما هذه تنوى محي وهذا بدنا أرانا هذه شجرة تنوى جيد وحتى من هذا كنوى أيه صورنا هذا عمر وكنوى عمر وصورنا من هذه تنوى أيه صور هذه أسرة تنوى قيس ويرى من طال استعمال يواضد ما هذا كنوى محي هذا حمام كنوى حمام من هذا كنوى أيه هذا علي كنوى علي ما هذا كنوى محي هذا قرآن كنوى قرآن بدرنا إسا من هذه تنوى أيوه كانوا أيوه قفك عقله حلونا يا وام حيل ما إلى هذا وأيوه من هذه ساسك أنت منتو من هذه تنوى أيوه تنوى محيورين ميسد قفك وهذا من هذه تنوى أيوه هذه فاطمة شيء كانوا حلونا يا ما هذا وام حيوحني أيوه ما يسا التدريب الخامس ليلة سنادوح هو تبادل الحوار تبادل الحوار اسوي دارسدا ودا شيكايسي يي اس ورايسي مع زميلك صاحبك اس ورايستا او ورايسي اس حوار كو ورايسي كما في المثال المثال تصارحو يهتا واحد بايلي هذا جدي عمار كان هو اوغي عمار وهذه جدتي امنه تنا وحا ويهان وايدي امنه اهلا وسهلا طايتني باي اهلا وسهلا سو دواد وهو رمى إمك حوار كواك أو حبوه شيء ما هاي نقرن جدي عمار جدتي آمنة هل كان واحد كقرن والدي أحمد والدتي زينب أخي عمر أختي هدى تبعنا حوار كهك صحة هذا هذا والدي أحمد كان هو أبوه أحمد هذه والدتي زينب كان هو يدي زينب هذا أخي عمر كان هو ورالك عمر هذه أختي ندى هدى وورشي هدى هذا ابن علي كان هو ورالك هذا ابن علي كان هو إن كيجي علي هذه ابنتي عبلته كان هو إن أنت يدي عبلة هذا عمي معاد وأديرك معاد هذه عمتي عزيزة كان هو أددي عزيزة أي أيضا الأرنية التدريب السادس والله لسك اللحاد أجب على الأسئلة الآتية سؤالها صوص عدك الجواب وهو سؤال شكوى من والد الرسول صلى الله عليه وسلم رسولك أبيه وكما
وأيو والد الرسول عبد الله ويا مركا من والدة الرسول صلى الله عليه وسلم رسولك هو يدي وأيو واتما والدة الرسول آمنة من جد الرسول صلى الله عليه وسلم رسولك أوجو وأيو جد الرسول عبد المطلب من عم الرسول صلى الله عليه وسلم وأيو عم الرسول العباس صلى عم الرسول صلى الله عليه وسلم عباس وي من ابن الرسول صلى الله عليه وسلم ابن الرسول إبراهيم هي عبد الله هي قاسم من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم بنات وفاطمة هي زينب هي رقية هي أم كلثوم أم كلثوم من والدك أديك أباها وايو مثلا والدي محمد وأنا كرت أم أحمد من جدك جدي عمر من عمك عمي عبد الله وأنا كرت من صديقك صديقي يعني علي أو كريم سؤالها كتشو أمريكا القراءة والكتابة إما كان هو أخرس يقرأ أولا القراءة مركب أخرس كهو الرئية التدريب الأول ليلة الكوبات انظر واستمع وأعد وقرأ انظر واستمع وقرأ أيق مركب هوري تبعدنا بجيس أخرس كهو الأخرية عشر هذا هو كري تبعدنا حدنا أدو أخري والد والدة أخ والد أب والدة هو أخ ولا أخت ولا إننا ابن إنن مثل هذا الشيء ابنة إنن عم أدير عمة إدو جد أو جدة أي شجرة قيد أسرة قيس مركا أريدا يعني برو التدريب الثاني وهو تدريب كلمات كوسابسا أخرس كي قرالك سل بين الكلمتين المتماثلتين واحد حريق سقوح لا لذا كلمة دودة اسكم متكاة وهل كنت من كلمة دودة باكو قرن إنا عنكو حكتنا طوان باكو قرن marka labada tobnaad laba dhanba isu leeyeen oo isugu mid yihiin marka labada isku mid waxa xariiq isugu xid atadrib athalith tadribka ama laylista saddexaad ee ku saabsan akhriska iyo qoraalka waxa weey unzur eeg wastamic dhageys waqra aqri hada amhu ahmed kan waxa weeyan adeerkii ahmed isaga adeerkii qofraad ka warabaysa adeerkii weey ahmed balayla huwa muhandisun wa engineer عثمان عثمان في المسجد مساجد كوكترا يقرأ القرآن قرآن كوأخرية هذا كان آذان الفجر وآذان كي صلاة الصبح بألو آذامية هيا بناء إن كان إلى المسجد مساجد كأن تقني فاطمة في الغرفة فاطمة وحا كوكترا قولك تسلي ويتكريسة محمود في البيت بكوكترا يتوضو ويسيسانية هذا أخي عمار كان هو ورالك عمار هو معلم ومعلم تبدوض أخريسة وأخرس كالا قوته وبرين مركو أردو يعني بلوغيها أخرسكو دوحو بهاي التوبر قونيا ولغو توبرين التدريب الرابع سل بين الجملتين المتماثلتين إما كواحد حريق سوحو دا كل كورة كلمة دي يوحيهان أري أري جملة دا اسكمي دا باها لكن كو قرن ووحوين لح يلح لح دا هرر كولا با كو قرن لح دا دمان حروف با كو قرن ألف با جيم دال ها واو تنوا واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة مركا لح دا هلكن يلح دا هلكن labo wadan bay isugu mid yihiin hadaba isku ma toosan labadii islahaa oo dhamee ee wala kala duduwaye xariiq isku la doona adigu hada jaddi kan waa awgay hadii waalidati tan waa hooyadii huwa yusalli isagu u tukanaya hadii jaddu kan waa awowi hiya tusalli way tukanaysa hada waalidi kan waa aabahay intan ilaag ba xagana ku qoran oo intaasuna laakin labada islahaa isku ma toosne labo walho islahaa way kala meelo kala duwan baa lagu qoray xariiq isugu xid ثانيا الكتابة مرلبات كوا قرالكي العرض صوب بندق ألف قيمتك وادو حوي بقية تأية ثأبة قرالك لقو برايا حروف تبين ولكو جرى أردو إن حروف تلقو طابرو حروف تقرالك يدو حتى وحوري المها مركا قرالك لقاها الله يقفك لبرايو مركا بعض آسي ومركا أقوه الرئيسو تاد لبادنو ومركا دحدو كترتو تاد لبادنو ومركا أقوه الدنبايسو taadu waa markay bilowga tahay markay dhaxda ku jirto say u qoronto markay ugu dambeysa say u qoronto saadu markay bilowtaas ay u qoronto ee xagga daman wax kaga qoran yihiin ee xuruuf kala ku sii xiran tahay dhaxda iyo bartamaha markay ku jirto oo iyada ku dheedo laba nooc u sii qaybsamaysa noqon karta ama nooc uun ah oo markay bilowga tahay waxa kugu qoran bilowgaasi buhayrun haday tahay waa yaani waa harada tabiib oo dhaqtarka طالب أرضك أه ومركها صدح دي قورة تسلي ويتو كنسة يتوضو ويسي سنية وطادية أنت ومركها وضم بيساء ثو ومركها بلوغة هاي عثمان مركها دحدي كنشرته كراث
oo geed toonta oo kala ah walaal kuraaf oo sidana uur kulul ee oo markii u dambeysay saado dabeedna wuxuu ku jiraa tadriib al-awwal ee layliska labaad ee koobaad ka koobaad ee lagu tababaray wax weeye mur rabbi qalamika ala al-harf saddexda mid ba kasta baada saddexba ka hoos qoran taadana saddexba ka dambeeya saadana saddexba ka dambeeya saddexda dambe qoraalkoodu waa khafiif waxa lagu qoraya qalinka ku dul qor oo markii hore ku dul feegaar si farta kugu fadhiisato halkana waxa qoraa tadriibu saani waxa weeye layliska labaad insakh marka imka qor baadi baa la qoro taadi baa la qoro saadi baa la qoray saddex xariiq oo maran baa ka dambeeya saddexda mid walba adigu markaa ku qor saddexdooro waxa lagu qoray inaad ka qiyaas qaadato farta la eegato atadribu thalith layliska saddexaad waxa weeye mur rabbi qalamika ala kalima markii hore xarafka qor u aha imkana kelmaddi uu ku jiray baa la qoraya dabeedna inta hore waad ku dul feegaaraysaa oo waa maxay tabiib waa dhakhtarkii daalibun ardayga anta adiga iyo thawbun mid walba saddex baa ka dambeeya khad aad u muuqan ku qoran dabeedna kuwa ku dul feegaar haddana atadriibu raabic waxa weeye layliska afraad insakh dabeed adigu imika qor oo tabiib iyo daalib iyo anta iyo thawb baa soodii loo qoray mid walba saddex meelood oo maran baa la baneeyay khaanadooda maran saddexda adigu ku qor alcardu ba oo soo bandhiga qaybtii labaad weeye waxaa imika laynagu barayaa qoraalka da iyo da iyo labadaas lanagu barayaa da waxaa layna barayaa ta iyo la iyo alif aan dhahdo kii hore markii hore hamsa soo maray habeenkii hore imika waa alif ka reebnaa dabadeedna tadii oo bilow ku jirta waa daalib taad oo dhexda ku jirta waa faatima taad oo u dambeysa waa khaytu oo isuguna miiqa ah ama miiq meel maala khaydkii daada u horeysa waa dufrun waa cididii iyadoo dhexda ku jirta nadaaratun waa muraayadii indhaha iyadoo u dambeysana waa xaafidun oo ilaaliye ah alifku ku jira dhexda waa masaa-un isagoo ugu dambeeyana waa suuriya isagoo bilowa lama qorin isaga bilowga alifku ma galo oo wuxuu geli waaya alif afka carabiga kelmad reeban lagama bilaababa alifkuna mar walba wuu reeban yahay hamsaduna waa ta xarakaysan iyadu ayaa hamse la yidhaah maalan amara marka lagu leeyahay waa hamzu alif lama yidhaah laakiin marka la leeyahay qaala taasa alifa dabeedna taa reeban af carabigu kama bilaabmo sidaa daraaddeed ayaani awal nutq almar'i xarfun mutaxarik bay dhahdaan awal nutq almar'i xarfun mutaxarik qofku hadal wuxuu ka bilaabi karaa xaraf xaran kale xagga carabiga dabeedna wuxuu yidhi atadriib alawal layliska koowaad mur rabbi qalamika cala alxaraf qalamkaaga waxaad marisaa xarafka ku dul feegaar da iyo da iyo alif baa lagu qoray haddana atadriibu thaani insa qor da da alif iyaga oo aada toos u qoraysa adigu atadriib araabic waxa weeyaan kani waa tadriibkii waa tadriibu thaalith waxa weeyaan layliska saddexaad murra biqalamika qalimkaaga mari cala alkelimati imika waa kelmad marka horena xaraf buu ahaa kelmaddu waa faatima dabeedna ku dulqor saddexda ka dambeeya khaytum wa miiqi ku dulqor saddexda ka dambeeya dufrum cidada ku dulqor saddexda ka dambeeya nadaaratu oo ah muraayadii indhaha saddexda ka dambeeya ku dul feegar faatimatu khaytun dufrun nadaaratun baa la qoray oo isna waxa weeye atadriibu raabic waxa weeye layliska afraad insa qor iyagoo toos adigu qor afartii way kuu qoran yihiin afarta khaanado saddexda khaanado ka dambeeya bannaan mid walba toos ugu qor ikhtabir nafsak waa imtixaankii u horreeya imika la qaadayaa istijaabi adigu ayaa lagu yiri alwaxda taani waa labadii jabtar ama qaybood ee waaxid iyo tini laba aynu soo marnay labadii baa laga qaadayaa imika test yar oo tijaabaa baa la qaaday istijaabi baa lagu yiri ضع الكلمات الآتية في مكانها المناسب من الجدول واحد يشاء إريادا صو صعودا مدول بماشي كوها بونت هاي جدول كجري أو مثلا جدول باي نوع من أيه جدول كاف كوها بيه جدول كسدو قري وأي مسا خانة دوت واحد كشرا كو الله بصدح أفر شن لحدة أي لو كلها بينا يا تبي نروح كويلي ما هاكو كل قرن مدوا بلد مدوا مجاله midna waa damiir waa magacuyaal midna waa acdaadun tirooyin midna waa makaan midna waa usratun qoys midna waa makaanun meel midna waa mihnatun waa shaqo iyo xirfad qofku yaqaan erayada halka aynu ku sheegi doono wixii magaalo ah laynkaa magaalada ku wada qor
oo waata misr ay u horeysii oo tusaale u kaaga dhigay damirkana amtu u horeysii acdaadkana khamsa tun buu qoray usradina uqtun buu ka qoray makaankii xamaan buu ka qoray shaqadana mudarris buu ka qoray dadna arayadeenu akhri doona mid walba halkiisa haduu wadan yahay wadanka ku hoos qor haduu yahay damirkana damirka raaci haduu tiri yahay khaanada tirada geli haduu qoys ku saabsan yahay khaanada usrada geli haduu meel ku saabsan yahay makaanka geli haduu shaqo yahayna mihna digil oo maxaa la marka professor misr ayaa horeysa baladkay gelisa taalib halkuu gelaya mihnadu gelaya ilaa waa shaqo u haya ardaygu waxa ku xiga anta halka damirkay gelisa mudarris baa ku xiga halkuu gelaya halka mihnada iyo shaqada tabiib batun baa ku xigta halka shaqada ay gelisa mihnada suuriya ku xiga baladku gelaya waxa ku xiga anta halka damirku hadana gelaya anti ayaa raahdo anta waan soo marnay halka damirkay gelisa salaasatun xagga tiraday gelisa khamsatun halka tirada la gelinaya Pakistan waxa la gelinaya waxa la gelinaya baladka la gelinaya oo baladku waa wadan dhan Pakistan Jadda Jaddatun hadaan tan waa magaalo waxa la gelinaya marka Jadda waa magaalo Jidda la yiraahdo waxa la gelinaya halka makaanka ayaa noqonaysa haday tahay Jaddatun tan ayayda ana iyadaba Jadda taa kale la yiraahdo haday tahay ayayda tahayna waxa gelisa usrada huwa damirku gelaya waalid usradu gelaya ghurfatun waa qol makaankay gelisa waahid xagga tiraday gelisa uqtun usraday gelisa xamaamun makaanku gelaya tiscatun tiraday gelisa masjidun makaanku gelaya ibnun usraday gelisa daalibatun waxay gelisa mihnada musalla makaanku gelaya hiya damirku gelaya turkiya waxay gelisa baladka saasaa looga shaqeynaya marka uu saxay haddii aad tahay 9 darajad leedahay uu kulwaka darajadan aad haysiinaya oo taas oo ku qorantay ana waxaan adigu isbartaa loo isin imtixaantad wadataa adigu 9 darajad leedahay haddii aad saxdo akmilil jumla dhamaystir jumladaha ku buuxi bil kalimaati taaliya kalimadahan soo socda jumladaha meelaha banaanka ku buuxi kalimadaha ino qoran waa maxay ee kadaa inta qoran waxa weey aadaan wa aadaankiya yusallu tukaniya usratun qays yaqra'u wa qraya جدي أوغي الغرفة قل مخزن طبيبة لاخترت باكستان ويدنا وطنة ريادنا ومحي وهو أحمد باكو قرن ومرنت هالكاسي في الغرفة بعد مركا قلنا سأجد هالكا بنان محاكو قلية أحمد قوحو كترى قلك قلت لدو ومحي هذه والدتي تنوى وهو يدي هي طبيبة بعد قلنا سواء اخترت هي ما يكون شوكتها اللي بعاه كضم بيا طبيبة بعد قلنا سواء اخترت كسد حدو حوية هذا محاك وقرن عمر احضا بنان محاك قلنا هذا جدي كان هو أوقي عمر اريد قلنا سواء قوة هل كايس تبطح كافر حدو حوية عادل القرآن الكريم بعد بنا كوقرن احضا بنان يقرأ القرآن الكريم يا قلنا سواء تكسوا قادسة قوة وهذا أنا كشنا دي هاي أحمد في المسجد بقى قرن هل كان هروح أو كنت تيجي يصلي بعض الناس أحمد يصلي في المسجد وكلمة ده كم غنواتها وهذا نت اللي هذا الفجر بلغ روح أو قرن آذان وهذا الناس هذا آذان الفجر رواق بحياة وآذان كسرة الصبح أنا من بحد قرن أنا من كيريا هل كان سوق هذا الناس أنا من باكستان أنا باكستان ما كيمت كستيادو حوي هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يا كوقرن دحدا بنان ما سو قادنسا هذه وين هذه الرسول صلى الله عليه وسلم هذه اسره الرسول صلى الله عليه وسلم اسره هلكا كو تالي اسره هلكا بوخريس كان سيده درجات له سو ما رتيد سيده درجات هيلان سداد او صحدو حدنا امك ما كو قرن با علامه غلط على الكلمه الغريبه علامه غلط استلابت اثر كلمه inagu cusube aan ku jirin inta dib u akhrido waxaad eegtaa erayada aan soo labadan qayb ee aan soo marnay kelmad aan ku soo aynaan ku soo marin haday ku jirto kelmada qaldata erayadan imka loo oranayo labada waxde ee aan soo marnay kelmad aan inagu soo marin cusub haday ku jirto qaldata marka waxa maxay erayadu
أخ صديق ابن نظارة حمام غرفة شجرة مسجد يتوضأ معطف يقرأ يصلي سورة ستة اثنان أربعة أنا مصلى ومولعيا أنت أنتي أنت أنت هذا يكتو كلمة أينان سؤالي هذي جرتو كلمة دا غريب كأغلط صار. ثانيا التراكيب النحوية إمك وحوية تراكيب تيجي جملة حق النحو ذا لقيه جي إمك إمك التاسنة حق النحو ذا لقاه صحيح ورث طاهر محاط كل شيء تاسن بعدين إسعادات كلمة قرط كأينا قرط ما غريب كأ كلمة أينان سؤالك هذا كوار قرط صارتو سنبين قون إسم هذا بوضع صحدو التراكيب النحوي التراكيب والنحو إمك نوع التراكيب والنحو غيب طلبات ثانيا إنت طاهر وهي هاي أولا بقى هاي المفردات يعني كبوني أولا المفردات أريا هاي وأما أريا داسي خانت كهبون هل جليو أما مال مرن هل جو بحيو أما كلمة أينان سو أرجو غل الله صار يها نقطه أنت هسي واحد هن أريا مفردات امتحان كاس كسعودي أو كلمة كلمة ده هل كان هو تراكيب ثانيا التراكيب والنحو إما كان هو تراكيب يجملوين ينحو ذي حق مارت قواعد كيدي وهؤلاء صح الأخطاء واحد صح الأخطاء واحد صح خلالات كتيرة في الكلمات التي تحتها خطوط كلمة دها حريق وكهوس قرية هي خلت بها كتيرة خلت كأدق صح وقول هذه هو النظارة يا أبي واتن نظارة آبهايو هذا محو قرية هذه هو إرقى هو وقلط هذه هي النظارة ويان نظارة ومؤنثة مذكر معها تبين هو قلد وياري هذه هي النظارة ويحيد يا أبي هيا بنا في المسجد إن كان مساجدك في ذا سوى قلد وكخطك ساري ومحايا نكسو مر هيا بنا إلى المسجد إلى أي الله استعماله في المسجد لما إلى حق مساجدك إن كان مساجد أحديث إن كان ما دون نيسا ما دون نيسا حق مساجدك إن روك حيا ما دون نيسا مركا هل تقول أحترين دي هيا بنا إلى المسجد حق مساجدك إن مريا كسد هذا هو والدتي سعيدة الطبيب هو يدي سعيدي وأختر صادات هذا يعني أف عربي وأخو قرد هذه والدتي سعيدة الطبيبة تون وأنا ترى عيسى وأخترت هذا هو يدي سعيد وأختر ولا ميسي هو يدي سعيدة وأخترت ورسا تاج وترى عيسى طبيبة اسمي أحمد ما جعي وأنا جا أحمد أنا تركية تنبانا هاي marka turkiya tun khalad ba ku jiray wuxuu ahaa ana turkiyo anu nin turkiya baanay anu oran maysid magacayguna waa ahmed gabar turkiyana waan ahay isla qabanayaan ilaa ahmed baa soo sheegtay min ayna anta adigu xageed ka timid min ayna anta ya fatimatu xageed fatima ay ka timid waa ku qalada carabiga waayo marka hore nin baa la hadlay soomaa min ayna anti ya fatimatu kuwaasina waa hadaad saxda shanta darajaad leedahay سل أدوات الاستفهام في القائمة ألف بما يناسب من القائمة باء وحقول لي هاي سؤالها كتيرة ليسك ألف وككوبات إيو ككو مناسب كأي كتيرة ليسك بعض وقيتها روحة كقرن ليسك كوبات يا ليسك تحنها أريد تحن وسؤاله مدربك كو هبون صار من ba halka ku qorno ugu horeysa man taa maxaa ku haboon mesela waxa ku haboon in la yiraahdo man hada kan waa kuma ee ku haboonan karta waxa ku xiga hal baa ku xigta marka halkaasii waxa noqon kara hal hadii shajaratu tani mageed ba tani mageed ba halkana waxa ku qorna ayna أين أنت يا عدنان بلون كلا هل كيف تشوك تال عدنان ما باكو قرن وحلولن كلا إيادنا ما اسمك كوهري راعيسا مقعاء كيف باكو قرن هل كان كيف حالك حالك نحق نكو قرن تاي إسراد دونا سؤال والبا هي كلمة كو هبون بالي قولي ما أين داوان بدلينا أين المعضف بلون يا هل كوي على كورك معطف قاسي كوا بونتي أين المعطف هل كوي كل كي على من أين بحرك إنه قرن من أين أنت حاجات كتيمت بركويان حاجات شوكتا يا عدنان أما حاجات كتيمت من أين أنت يا عدنان حاجات كتيمت
مركز هاي سورة نوح حتى من هذا كان هو أيه؟ هل هذه اشترت أن تجيد متى هاي؟ ما اسمك مجاعة؟ أين المعطف الكوي على كورك؟ كيف حالك حالك هذا كورن عاف ماذي أرمه هذا؟ من أين أنت يا عدنان حقيقة كتمن؟ ساسا سورة دوني سا أيه دونه هو اللي بعد اللي حد رجال ده هاي هذا تساؤل صح هذا مكان نوشي جدا. إما راح اختر الكلمة الصحيحة. كلمة الصحبة لما كلمة دوت بارا تيجي يا مال بنانا ولا غو بنانا يا لبضة الصحبة أجري سورة أسرتي أي هالك هو قرن حق هروح كم قرن أما هذا أجري أما هذه لبضة متقاضو تبى لجرينا يا هذه سورة أسرتي تنوى صور كي قيس كي أي هالك هو صورا هل هذه بهالك هو قرن مركا لبا ختم بيا وشجرة معضف وهل قاضنا شجرة هل هذه شجرة ثاني متى هاي جيد متى واتي مكبر حق هرمي نوجو شرتي متى هاي جيد هذا واحد قال هل أنت مصر مصري كيف الله قادنا يا هل أنت مصري أضم مصر بات هاي لا أورن ما هل أنت مصر أضم مضل كي مصر بات هاي قفل غورن ما يه وحلونا هل أنت مصري أضم واحد تاني مصر ولا شيء هذا واحد قرن هذا مركز أحد بنان مدرس باه قدم بيسا هي إيه هو باه قدم بيا كلا قادنا هو وحلونا يا هذا أخي هو مدرس هي الأوران مايو سعد ما قرن الحمام بعد بيدنا هذا كذا بيا في با حاجة ما تعلي من تبى الله ولا قادنا يا في سعد سعد في الحمام حمام كوكو ترى سعد الوحدة الثالثة وحنقرينا شابتر كصديحات السكن وجريجا iyey deegaanka laga sheekeynay imak halku qof u digay iyo meesha uu yaalo al-ard waa bandhigii al-hawaru al-awwal wada sheekaysiga iswareysiga koobaad unzur ag wastamic dhageyso waacid ku celi ahmed baadi assalamu alaykum nabad gudishina haad hasan baadi wa alaykum assalam idinka nabad gudishina haad ahmed baadi ayna taskun adigu halkee degantahay hasan baadi askun fi hayy al-madar waxaan deganahay xaafada madarka wa ayna taskun anta أدوكنا هالكيد دقنت هاي بور أحمد بايري أسكن في حي الجامعة أنا واحد دقنا هاي حافظة جامعة عدو كطالو كارنا حافظة مدار كي ألا أيو دقنا حسان بايري هل تسكن في بيت مقوري بايد دقنت هاي أحمد بايري نعم ها أسكن في بيت قوري بايد دقنا هاي أنوغو أحمد بايد بنيري هل تسكن في بيت أدنا مقوري بايد دقنت هاي حسان باوي حوري لا أنو قوري ما دقني أسكن في شقة بايد دقنا شقة واحد دقنا هاي قبل ama qayb shaqadu wax meel bisran imaas ku xiran oo fadhigii leh oo meesha hurdada leh oo meesha cuntada leh oo intaas isku go'an balay hada shaqa yaan deganahay xasan baayri ma raqamu baytik waa maxay nambarka guri ahmed baayri ma raqamu shaqatik qaybtan aad degantahay waa maxay nambarkeedu xasan baayri 5 waa nambarka sanad ما رقمه بيتك بأي أيد بيني ويدي أحد بايري 9 واسع قال نمبر كيس يقول جيجا الحوار الثاني ووضع شيء كيس قال لبعض انظر إيه واستمع بيجي سوى عدك علي المستأجر بقى مك شيء كذي برابي قف وح كري سنة يا ورزوه السلام عليكم نبي تقول دش النهاد المؤجر كريه بايري وعليكم السلام إذا كان نبي تقول دش النهاد نقطه المستأجر بايري أريد شقة وحصاق لما له ديلا masuuliyi waxaan doonayaa in isku fadhiya oo mesela isku xiran oo hurdadii iyo halkii cuntada iyo halkii mesela leh fadhiga oo kale min fadlik waad maasantay inta ayga kare al muajir ruuhu lil deela shaqatan jameela in isku xiran oo waxaan hayna gobol yar ah oo aad u qurux badan al mustaajir ruuhu li kam ghurfatan fi shaqa im saqal bay ka kooban tahay shaqadu ayaa wuxuu yiri mustaajirkii baa yiri ki wax kareysay المؤجر كريح في الشقة 5 غرف وشنقل أي كوبنتها ملاسود بنير المستأجر في أي دور الشقة طبق بركو فوقها انتهى صوت طبق قيبتها قيب الدور بالعيلة طبق قيبك فيها لا انتهى صوت طبق بركو قولك هي قريكو أما عمارة المؤجر يحول الشقة في الدور الخامس وحكوتها على طبق السنات المستأجر كريح يحولي كريسته بايري أريد مشاهدة الشقة وحن دون إنها صواركو انت قبل كذا كرينسو المؤجر تفضل قال يقول اسكيك
المؤجر وحولي هذه هي الشقة المؤجر كريه بأي هذه هي الشقة وأنت قبل كان كاكرينيا يعني دون كاكريو المستأجر وحولي هذه شقة جميلة أنت قبل يرق روح بطن الحوار الثالث وحوي يوضع الشاكية سيقيسة دحاد انظر ايق واستمع دقيسو واعد كعلي المشتري إما كان واحد بايك ليه بسنية ومر والبالا ينبر يقابك اللو قدر الله سمين ايو يسيدا ايكوها بونتها المشتري ايبيه بايه كيو حيبين ايه كيو حيبسن ايه العقد ستي السلام عليكم نبي قلي دوشي نهان قطو البايع كي ألابت ايبين ايه بايه وعليكم السلام نبي قلي دوشي نهان قطو البايع كيو حيبين ايه وحيبين اي خدمة ها شقيا نكوقا من يضو باهانتا يقول شقيا نكوقا من محاضو باهانتا المشتري كيف سنية بايدي يريد بعض الأثاث وحقا سابانا وقوحا قريها لديكتا عرابتا قريها ده ايان دونيا سابانك قريها لغو استعماره البايع يبيحوا ماذا تريد لغرفة النوم حادو دونيسا قولك هرداد وحادو دونيسا وامحي المشتري وحولي كيف حيب سنية يريد سريرا سرير بانو دونيا قريها هرداد قولك هرداد وستارة يده البائع يبيع وماذا تريد لغرفة الجلوس محل دون ساقولك فرقنا والوزير المشتري يريد حمد أريكة فرق فرقا كراسين وأوين فرق بانو دونيا وسجادة يرق لباسان دونيا أبول البائع يبيه بايري وماذا تريد للمطبخ مطبخنا محل دون سا المشتري يريد فرنا وحمد دونيا موافا وكان بارك الهيتر وحلقوا كريو موافا وحمد دونيا اسكا موافا هنا كو حلقوا موافا يلقوا كريو وثلاجة يتقبوك سدا ايو حقوك سان دونيا البائع وحول وماذا تريد للحمام وحمام كان محادو دونيسا المشتري وحول يريد سخانا كان بيها قليلية تهرواك عمتدك لسا فرن تنوات بيها ديرسا ايان دونيا ومرآتا وحان دونيا مرايد وحمام كي المشتري وحول يريد وحان دونيا مشاهدة الآثاث كي وحول يريد قلب كان آثيسين عن سكائر كان دونيا صائعه البائع وحول تفضل سوء إقبوري والله أعلم بالسواب وبالله توفيق.